شيء أساسي بكل عائلة سورية وعلى كل مائدة سورية. لازم تنوجد هاي الأصناف المتعددة والتقليدية واللي هي بتكون اليوم أساسية بكل مطبخ سوري، وأكيد هي منتشرة عبر البلاد. أكيد كتير بلاد شقيقة وعربية بتحب المائدة السورية، وبس يجوا على سوريا بيختاروا هاي الأشياء التقليدية والأصناف يلي موجودة. ولكن اليوم هاي الأصناف صارت هي مشروع، صار يشتغل بكل حب واهتمام وبراعة حتى. صحيح عفاف، مثل ما قلتي اليوم المونة بهيك بلغتنا البسيطة مثل ما بنقول المونة هي أساس البيوت السورية. دائما كل فصل بنمون شو بيكون موجود. هلا مثل ما بنعرف حاليا كثير من الشغلات اللي بتكون بهذا الوقت مونتها، البيوت كثير هلا بلشت مليانه بالملوخيه، مليانه بكثير اصناف ثانيه، بلشت الناس تستعد موسم المكدوس كمان، هي التفاصيل وغيرها. هذا المشروع حوله اثنين من الاشخاص ثنائي لحتى يكون مشروع خاص فيهم طبعا. ولحتى نتعرف اكثر على هذا المشروع وتفاصيله بصيرنا نرحب بضيوفنا بالاستوديو الاستاذه اسماء نشواتي وسامر السيروان. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكي. صباح النور. صباح الخير سيدي اسماء. اهلا وسهلا. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. يعني هيك شهيتونا وصارنا اصلا بس خبزه نسياني نسينا الخبز. خلينا بالاول هيك نتعرف على هذا المشروع، كيف بدات الفكره من عندك وشو اللي حبيتي هيك تقدمي او تزرعي بصمتك فيه؟ حتى هلا نحن كست سوريات كلياتنا وعينا على أهالينا أمنا وستنا إنه المونة هي أساسية بالبيت. أنا كان عندي شغف في هاي القصة الحقيقة، إنه بحب هالقصص هاي، وكنت شوف كيف ماما كانت تمون وكيف كان خالاتي كيف كانوا، فظلت ببالي هاي القصة. وأنا بطبعي بحب المونة، يعني أنا بحب يكون ببيتي مثلا كل شيء مثل أي ست. إنه اليوم أنا ما عندي مثلا ما بدي أعمل شيء، بفتح من فريستي، بفتح برادي، بفتح بلاقي كل شيء عندي وبحط على الأكل لأولادي لأهلي. فبدأت بهيك أنا لبيتي بالأول، بعدين في ناس مثلا صارت إنه تذوق أو شيء عجبها شجعوني إنه ليش ما بتعملي، إنه ليش ما بتشتغلي يعني هيك قصص. فصرنا تماما يعني صرنا نبتكر اكثر طبعا. واللي اكثر شيء هلا هو اللي سأل لي اثر بهالشغله هو الكهرباء، لانه انت بتعرفي انه ما عاد في فريزر مثلا نحط، كنا نحط بالفريزرات كنا نحط، هلا الكهرباء صارت صعبه، فاتجهنا لشغله ثانيه التجفيف مثلا. هلا بنحكي مثلا كيف الجبنه كنا صرنا نعملها ما بدها براد، اللبنه ما بدها براد، فينا نحتفظ فيها سنه كامله وما بيصير لها شيء. اكيد. استاذ خلينا نتعرف بالبدايه، اليوم حضرتك شريك مثل ما بيقولوا، شريك حياه وايضا شريك تمام بهذا المشروع. تمام. غالبا هذا اختصاص السيدات بالبيت. هلا هو مو مقتصر على السيدات، يعني صحيح. في معظم الشيفات هيك الجانب الخاص اللي انت اشتركت فيه مع الاستاذ. والله انا اشتركت بكل شيء، يعني لانه انا كمان مثل ما هي عندها شغف وانا عندي شغف بهالقصه كثير، يعني بحب جرب، بحب ساوي، نجرب ندوق كذا. يعني مثال بسيط، يعني عندنا اللبنه ممكن تكون في 10 اصناف من اللبنه، بتقولي لي كيف يعني ممكن نحط لبنه مدعبله مع جبنه مع زيتون مع كذا. هلا اللبنه يعني في قصص كثير هلا بنحكي عنها، فهي حلوه هي الشغله حلوه. يعني سبحان الله كل واحد له هوايات او له ميل لهالقصه، وانا الحمد لله انا لي ميل بين يمكن. سيدي اسمع خبرينا هيك، خلي كل المشاهدين يعرفوا شيء مهم وحلو اليوم عن شريك الحياة، قد ايه هو انه حلو يكون شريك عمل، شريك طموح، يساندك بنجاحك ويدعمك وبنفس الوقت يصير شريكك بالشيء اللي انت بتشتغلي. اي 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 مشروع اكل او غير اكل، اذا ما في دعم، اذا ما حدا عم يدعمك، اهلك، زوجك، هي ما بينجح. طبعا. هذا شيء اكيد. ومثل ما قالك هو نفسه على الاكل كثير طيب، وفعلا هو بي بي هو الزواق الاول تماما. اي وبيجرب وبيخترع يعني وبيحاول. فانا وقت بلشت فيها كنت انا اول شيء بصراحه انا ما كنت اعرف اشتغل شيء، يعني انا اول ما تزوجت ما بعرف شيء، يجيب لي خلينا نعمل هي او نعمل، لا انا ما بعرف، لا بدنا نجرب. لا من هاي القصة من التجربة ما زبطت هالمرة، زبطت تاني مرة، من هون انطلق مشروعنا وفعلا هو الداعم الأساسي. ممكن هاد سر نجاحكم هو يكون؟ بعتقد هيك.
إيه طبعاً إيه لأنه بنجرب أكيد بنجرب على حالنا قبل ما نجرب ما بتسقف يعني إيد لحالة ما بتسقف أكيد يعني. طيب خلينا نحكي عن الأنواع. هلأ مثل ما بنعرف قلت أنا بالبداية هلأ موسم الملوخية تمام كل البيوت بلشت الملوخية والبانوس والأسطوح وكله صار تمام. هلأ خلينا نحكي شوي عن الأصناف. مثل ما شايفين البامية الملوخية هي من الأنواع اللي تتجفف ممكن نجففها تماما ممكن نجففها تعودنا سنة كاملة ايه وهيك تعودنا تماما الأغلبية تماما. بس انت كنت عم تقولي عن الجبنة واللبنة تمام صار في طريقة شوي مختلفة تمام. هلأ سابقا في منهم بيحطوها بالفريزر كذا خلينا نشرح شوي. هلأ بالنسبة للجبنة انا جبنة كنا نمونها بالفريزر انا زوجي من النوع اللي ما بحب يطالع الجبنة من الفريزر وياكلها بحبها تكون كأنها تازة واجانا مثل ما قلت لك هلا مثلا الكهرباء انه ما عاد نقدر نمونها هي بالمي والملح الملح الصخري بس طبعا بده يكون في العيار المضبوط يعني انا لاجل الجبنه لحتى جففها لحتى مسنره تماما تمام بسنروا الجبنه هي بالقديم كانوا كثير يعملوها مطربنات ويحطوها بالمطربنات الكبيره وتضل سنه كامله بمجرد ما زبطتي ملحها انت وركزتي الملح حطيتي المطربان حطيتي الجبنه بتطلع تمام. اللبنة مثل ما قال لك هلا اللبنة المدعبلة هلا انا بحط معها زعتر بحط معها طرخون يعني كمنكه بقلب الزيت بجوز حدا ما يحبه بس احنا انا هيك مثلا بحبه. اللبنة بعملها هيك مدعبلة ممكن اعملها هلا موسم مقدوس انا كثير بحب اللبنة مع المقدوس فحطينا حشوة المقدوس مع اللبنة جوز وفليفلة انا كثير استغربتها بصراحة ايه؟ وهي شيء كثير جديد نعزبك عليه نشوفها هي لبنة مع حشوة لبنة المقدوس مع حشوة المقدوس انا الفليفلة حتى مساويتها بالبيت تمام فحشوتي بس نسيتي الخبز طب جيبي الخبز مشان نذوق ونقول للعالم كيف بتعمل الله يسامحك تمام خلينا نحكي عن جد جريري حتى ندوق انا هلا هي انا ما كثير بحبها بس اشتهيت ذوقها بصراحه يعني حشوه المقدوس مع اللبنه مع اللبنه كيف عملتيها من وين استهجنتي الفكره من وين جبتي يعني في حدا داقه ولا بالصدفه صارت ولا انت اخترعتيها لا بالصنبيش بالعاده انا هلا انا بطبعي بحب المقدوس اكل معه لبنه فبدل ما حتى انت كثير طيبه لانه هي عن جد اطيب اكله فهي حشوه المقدوس مثلا زاد عندي شوي عندي مع شويه لبنه المقدوس حد بتيجي لبنه هيك تماما بتطلع كثير حلوه هلا هي لبنه حده ما هلا هي لبنه حده مع الفليفله يعني هي مع اللي بيحبوا الحد تماما انا عملت الفليفله مثلا دبس فليفله دبس فليفله عملته حطيته مع اللبنه قطعت هيك زيتون قطع صغيره حطيتهم مع اللبنه لانه انا كان يعني لبنه والزيتون كمان طيبين مع بعض ف يعني هو بالاخير يعني كله بده ينخلط يعني دبس الفليفله حاسين انها خلطه جاهزه خلطه جاهزه تمام بدل ما نعذب حالنا على الصحون تماما تمام انا ولا مره مجربه اني اطلبهم او ذوقهم مع بعض بس هلا قد ما حكيت هلا لازم تذوقي المقدوس مع اللبنه في عندنا صديق انا اللي انت كيف تاكلي لبنه وزيتون بقول له كثير طيبه بيقول لي لا ما بتخيل اني اكلها قلت له لا ذوقها لانه هي عن جد هي كثير طيبه اللبنه مثلا والزيتون يعني هي انا كثير بحبها مثلا واللي داقوها كثير حبوها طبعا بدها تكون على اصول يعني بده يكون الجوز بده يكون الفليفله لحتى مع اللبنه ولبنه تكون بلديه طيبه فبتطلع اكيد نكهه غير شكل المقدوس هلا موسم المقدوس اطيب اكله صراحه اي والله مزبوطي اطيب اكله مقدوس كلياتنا بنعرف نجهزه اكيد في ناس يمكن ما بتعرف كثير بس هو طبعا لك عن شيء بخص هذا الموضوع بالذات تفاصيل اليوم بنعرف كثير ناس طبعا الجوز غلي اكيد في ناس استبدلت الجوز مثلا بالفول السوداني تماما مزبوط صحيح وكمان في تفصيله ثانيه اللي هو بيقول لك مثلا باذنجان في ناس بتعمله وصارت هلا بطرق مختلفه صحيح. ما عادت مثل الطرق صحيح. القديمه خصوصا صحيح. لانه الكميات قليله قلت تماما كيف بينجح معنا خلينا نقول بينجح معنا وما بنوصل لمرحله انه بعد شهرين ثلاثه لقيناه انهرى ما نقدر ناكله يعني هلا لينجح معنا هو طريقه السلق يعني وقت بدي اسلق انا المقدوس بدي وصله لمرحله لانه انا بعدين بدي اعرف انه انا بدي احط له الملح بده ينكبس فهذا هو لحاله بيسويه فانا ما بدي اسويه وقت اسلقه على الاخر ما بدي اسلقه كثير بده يكون وسط لانه انا بدي سوقه مثل ما بنقول من سوقه بنحط له الملح وبدنا نكبسه لحتى تطلع منه المي هو الملح كمان بده يرجع يسويه هي بدنا ناخذها بعين الاعتبار كمان في انواع الباذنجان هلا انا بتجيني طلبات بدهم باذنجان بلدي ناس بدهم حمصي ناس بدهم حموي هو اطيب شيء الباذنجان الحمصي الحمصي صراحه هو اطيب الابيض فكل نوع باذنجان
كمان بالسلق بيختلف، في شيء بياخذ ربع ساعه، في شيء بياخذ اكثر، في شيء اقل، هي بدنا ناخذها بعين الاعتبار. طبعا الجوز اكيد هو الجوز البلدي والزيت البلدي هذا اكيد. الفليفله في انواع قش كثير بالسوق لانه عم خلطوا الفليفله كثير، صحيح. احسن شيء طبعا اللي بتصير بالبيت لانه انت عارفاني حالك شو عم تعملي شو جايبة. وشو جايبه بالنسبه في ناس بيطلبوا حد، في ناس بيطلبوا لا بدون حد، فانا بعمل فليفله حاده وفليفله لا حلوه، ممكن ادمجهم مع بعض بصيروا بقى وسط، ممكن يعني كل زبون في له صحيح. طلب بس انه هو المكدوس بالسلق انه نعرف كيف بدنا نسلقه وكل شيء كله نتخلص من ميته. اهم شيء المي، المي لانه هي المي اللي بتخليه يعفن او يهلط مثل ما بيقولوا انه يهلط الباذنجان يعني يستوي كثير. سيد سامر خلينا هيك بما انه انت الزواق واللي حكم على شغله للسيده اسماء وكنت الدعم الاكبر لها، اليوم صار في يعني خلط بين المونه والقصص الفطور اصناف الفطور والغداء، يعني اخترعتوا شيء اكله مثلا بالغداء هي مناسبه للغداء اكثر، طبخ اكثر بتتفنن هلا فيه. الفطور عندنا مثلا ما شاء الله الاصناف السوريه مليانه مثل ما خبرتك، يعني اللبنه ممكن تساوي منها 10 انواع، الجبنه كمان ما شاء الله، الشنجليش الكذا كله ما شاء الله صار يعني تشكيله واسعه. هلا هدول خاصين بالفطور. بالفطور بالنسبه لوجبات الغداء، وجبات الغداء يعني السوريين كلهم زواقين، يعني ما فيكي انت تلعبي على ذوقهم، يعني ما فيكي تدخلي لهم شيء، وما شاء الله اصنافنا كثيره، يعني المطبخ السوري اصنافه كثيره يعني من انواع واشكال، يعني طريقه الملوخيه بتعملوها مثل ما كل السوريين بيعملوها، مثل ما كل السوريين بيعملوها بالنسبة لتنشيفة وبالنسبة لطبخة، مثل ما قلت لك يعني السوري ما عنده أصناف كتير وما فيك تلعبي معه بهذا الموضوع لأنه زواق، يعني ما بيقبل أي شيء مثلا لأنه هي خلقة طيبة، يعني شلون بدك تتفنني له فيها؟ يعني طبعا نحن مطبخنا من قرص الكبة لأي نوع بتطلبيه، يعني نحن عنا وجبات غدا، عنا مناسف، عنا كباب، كل شيء أي شيء بتطلبيه، وبالإضافة هلأ لأنه هلأ وقت المونة، يعني هلأ موسم المونة. أكيد يعني تفاصيل مهمة جدا اليوم عرفناها، شكرا لأنه شاركتونا هالصباح الحلو وجوعتونا من عند الصباح ووصلتونا النص البير وقطعتوا الحبل فينا ما جبتولنا خبزة، بس بكل الأحوال بنتمنى لكم التوفيق. سميلي. وكتير سميلي. حلو هيك إنه يكون عنا يعني من ناسنا من أهلنا تمام. اللي بيحافظوا وبيعملوا مشاريع إنتاجية بأبسط الطرق اللي هي مونة البيت تمام. شكرا لكم أهلا وسهلا، شكرا لكم طبعا التوفيق لأكلمك، شكرا يعطيك العافية، كمان بنشوف هيك دائما في طبخات جديدة وأنواع جديدة مخترعينها. شكرا لكم، شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية.